السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويلقاكم في احوال طيبه ان شاء الله. اليوم غنديروا التشكيل، ولكن قبل ما نبداو هذه الخدمه ديال هذه التقشيرات غادي نوريكم هذه الزواقه، غنوريكم الطريف منها، ومن بعد ان شاء الله عاد نبداو فيها. غنبداو على بركه الله، غنطلعوا ب 30 غرزه، نديروا هكا بسم الله. ثلاثة، أربعة، غادي نكمل 30 غرزة بحال هكا. كمل 30 غرزة ونرجع. ها هي 30 غرزة. دابا غادي نخدمو غرزة عدلة، غرزة مقلوبة. هكا غادي نمشي، نقلبوا الخيط لتحت، نخدموا عدله، نقلبوا الله، نخدموها مقلوبه. الا بغينا نخدموها عدله كنخديو الخيط القدام، والا بغينا نخدموها مقلوبه نخدموها للفوق. دابا حنا بغينا نخدموا عدله، نقلبوا الخيط القدام، نقلبوا، نخدموا غرزه مقلوبه. غادي نسالي الخيط، نسالي السطر هكا، وغادي نرجع. دابا انا كملت هذا السطر ديال غرزه اللور وغرزه القدام، هي غرزه مقلوبه وغرزه عدله. دابا غادي نخدمو ربعه ديال الغرزات، هذه مقلوبه مكنخدموهاش، كنقلب الخيط القدام، هذه عدله جوج، دابا مقلوبه وهادي عدلة، هاي هما دور ربعة. هادو ربعة د الغرزات، خليني نخدم على هاد الله يرحم والدين الغرزات. دابا غادي نقلب الخيط. دابا هاد ربعة د الغرزات كاينة، هادي مقلوبة عدلة مقلوبة عدلة، هاد التلاتة الأولين كنقلب الخيط من هنا وكنهز هاد التلاتة الأولين، هادو وعاود كنقلبوا الخيط من هنا، وهذوك الثلاثه كنردهم، ها هما هادو، ها هما كنردهم ونقلب الخيط. نعاود نخدم هذه بالمقلوب، وكنقلب الخيط، عاد كنخدم عدله مقلوبه عدله. في عدله كنحبس ربعه د الغرزات، ها هما هادو، ها جوج اربعه. ملي كندير مقلوبه عدله مقلوبه عدله كنقلب الخيط، ومن داك الربعه كنهز ثلاثه د الغرزات، ونعاود ندخل الخيط من هنا ونهزهم دوك الثلاثه. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ثلاثه ديال الغرزات ما بيناتهم غرزه مقلوبه، ها هي ديما ثلاثه د الغرزات مقلوب عليهم الخيط وبيناتهم غرزه مقلوبه. انا غنقلب الخيط عاود من هنا باش نخدم هاد الغرزه المقلوبه، ياك، ونعاود نقلب، عاود ربعه د الغرزات هي هذيك، هي عدله مقلوبه عدله، هي هادي. كنقلب الخيط، من داك ربعه كنهز ثلاثه، ثلاثه كنهزهم، كنجيب الخيط هنا ونعاود كنردهم ونقلب الخيط. ها انتم ديما بين غرزه مقلوبه ما بين ثلاثه غرزه، ها دي مقلوبه الاولى، هادو ثلاثه، ها وحده مقلوبه ثلاثه، مقلوبه ثلاثه، هكا غادي نمشي تمشي الخدمه. غنخدم عاود ربعه غرزه ديال وحده بوحده، كنسميو هذه غرزه مقلوبه وغرزه عدله، غرزه ديال وحده بوحده.
ها هما هادو جوج، باغا نهز ثلاثة د الخبزات، ها هما ندير الخيط هنا ونعاود نردهم لهنا، نعاود نقلب الخيط. ها هما هادو ربعة، ضروري تكون الغزة الرابعة تكون غزة عدلة أمامية، هاهي ضروري باش تيكم الزواقة نيشان متجيش مخابقة. غنهزو ثلاثة د الغزات، الرابعة اللي هي مقلوبة نخليوها هنا باش تكون ما بيناتهم. الرابعة كنهز ثلاثة من داك الربعة ونعاود نقلبهم لهذاك الكتاب الاخر ونقلبو الخيط. سهله، كتجي في التريكويات، في الطرابش، طرابش في الكسيوات لي بيبي، زوينه في الكاشه ديال لي بيبي تا هما. اي حاجه بغيتوها راه كتجي معاها. هانتم هاي هادي، هانتم ثلاثة، وحدة ثلاثة ما بين مور كل ثلاثة د الغزات كاينة وحدة مقلوبة كلهم. دابا هاد السطر غادي نخدموه كله غزة ديال واحد بواحد، هي غزة عدلة غزة مقلوبة. شتي هاهي هادي، هاهي مقلوبة كتمشيو على الخدمة اللي خدمتوها، هي دي خدمة عدلة مقلوبة. كلها كتمشي هكا، نتمنى يكون الشرح مفهوم وواضح وتديروها بسهولة، لأنها سهلة ماشي شي حاجة زعما اللي واعرة، سهلة. كيجي بيها التريكويات فنين، أو التقاشة أو طرابش ديال لي بيبي، تريكويات هما كيجيو زوينين غير شي شوية بنادم ينتبه وهي سهلة. ما تغلطوش في هذا ديال غرزة مقلوبة وغرزة عدلة، خاصك تنتبهوا ليهم باش تجي الخدمة مزيانة. اللي مقلوبة نخدموها بالمقلوب، اللي عدلة نخدموها عدلة. هاهي هادي هاد السطر خدمناه هكا. دابا الأول خدمناه خدمنا ربعة، دابا غادي نخدمو ستة، غادي نخدمو ستة د الغرزات ونديرو الزوانق. هاي غرزة اللور، غرزة القدام، ستة د الغرزات وغنديرو داك الزواق. سطر كنديرو فيه ربعة د الغرزات ونديرو الزواقة، وسطر كنديرو فيه ستة د الغرزات وكنها جوج ربعة ستة، كنقلبو الخيط لهنا. الغرزة التالت السادسة خصها تكون تا هي عدلة، نهزو تلاتة نقلبوا الخيط بحال الخدمه الاخرى. دابا ربعه، هي في الاول اللي كتكون سته، دابا غادي نخدموا اربعه الغزات، قلب الخيط نهز ثلاثه وحده نخليو هذيك اللي ما بيناتهم ديما اللي مقلوبه غنخليوها ما بيناتهم. دابا غادي نخدم عاود هاد السته غزه غزة ديال غزة مقلوبة غزة عدلة. غادي نكمل هاد السطر ونعاود نرجع نديرو السطر لاخر. ها هي هادي خدمتها، شوف كي كتجي شحال حلوة غزالة، شحال كتجي زوينة. هي هادي اللي غنخدمو غدا ان شاء الله، غنديرها في التقشيرة. دابا تعلمو دربو عليها هنا، ديرو بحال هاد الشكيل خدموه باش ملي تبغيو تخدموا تخدموها في هنا، ملي تبغيو تخدموها في التقاشر تجيكم ساهله. ان شاء الله غدا نديروا الفيديو على هاد الخير ديالها كي كتجي.
قولوا لي في الكومنتير كي جاتكم الزواقه، وديروا لي شي تعليق. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك والاعجاب، وباش تعمل فائده ويستافد كل شيء الاهل والاصدقاء. وان شاء الله موعدنا الفيديو اخر ان شاء الله، ديروا هذا ديال التقاشر. الى اللقاء ان شاء الله، خليتكم على خير وبسلام عليكم.